مش زي الملايكة ولا فيك من البشر ولا حاجة في ملامحك تشبه للقمر. جيت الدنيا ازاي ومنين انت جاي ومنين انت جاي؟ انت اكيد من عالم تاني من عالم تاني. الأغنية اسمها عالم تاني، هتكلم بقى عن الفيديو كليب بتاعها. انت اكيد من عالم تاني، انت اكيد من عالم تاني. انت انت اكيد. الأغنية اتصورت تحت المية، فعلا اتصورت تحت المياه 14 متر في دهب وفي نويبع. في نويبع كان الدولفين هو البطل اللي معايا، وفي دهب كنت انا البطل اللي في الاغنيه، لان كنت بنزل تقريبا عمق تحت البحر 14 متر. كان معايا 2 غطاسين، مهمتهم ان هم يدوني انا الهواء. طبعا حصل مواقف غريبه جدا خلال فتره تصويرنا تحت المياه. هي كانت بالظبط استغرقت 4 ايام تصوير تحت المية، بمعدل تقريبا 2 أو 2.5 ساعات في اليوم. حصل لي موقف صعب جدا وانا تحت تقريبا 14 متر. كان الضغط طبعا عالي، وكنت عرفت ازاي اتخلص من موضوع الضغط ده. المفروض ان انا باخد الهواء من اول غطاس، وبعدين بصور الشوت وباخد الهواء من الناحيه الثانيه من الغطاس الثاني. المشكله اللي حصلت لي ان انا بعد ما خدت الهواء من اول غطاس رحت ما لقيتش الغطاس الثاني، فاضطريت ان انا ارجع ثاني اخد الهواء من اول واحد. الصعوبه بقى في الموضوع ان انا كنت فعلا بذلت مجهود قوي جدا، ولدرجه ان انا ما بقتش مستحمل كميه الاكسجين البسيطه اللي كانت بتخش لي من الاسطوانه اللي انا خدتها منه. فطبعا كانت اول رد فعل ليا ان انا اقول الغطاس طلعني بسرعه فوق، لان انا ما كنتش فعلا قادر اكمل. دي حاجه كانت فعلا خطيره، حسيت فعلا ان دي كانت نهايه بشعه يعني لفيديو كليب جميل والاغنيه جميله. من الطرائف برضو اللي حصلت الفيديو كليب ده ان في عقد المفروض ان الموديل اللي معايا بتبقى بترميه في المية على اساس ان انا انزل وراه واجيبه لها. العقد ده لسوء الحظ اتقطع مننا كذا مرة، واضطرينا ان احنا كده يعني نمشي حالنا ونلضمه ونجيب الخرز بتاعه اللي ضاع مننا، ونعمل العقد تاني وتالت. بعد كده العقد نفسه ضاع مننا في اخر مرة. سلام. طبعا حكاية وجودي تحت المية دي متهيألي في ناس كتير قوي كانوا حاسين انها افكتس او انها خدع معمولة، بس متهيألي باللي احنا بنشوفه دلوقتي او اللي احنا هنشوفه دلوقتي هيعرفوا ان انا فعلا نزلت تحت المية، وان فعلا كان في دولفين، وان انا فعلا تعذبت تحت المياه. قعدت زي ما قلت كده تقريبا بمعدل 2.5 ساعات في اليوم لمده 4 ايام نصور تحت المياه. وطبعا المجهود الخرافي اللي كان بيبذل تحت المياه ده كان بيخليني فعلا اخر النهار ببقى مش قادر افتح عيني. مش زي الملايكه ولا فيك من البشر ولا حاجه في ملامحك
تشبه للقمر، مش زي الملايكة وفيك من البشر، ولا حاجة في ملامحك تشبه للقمر. لقيت الدنيا ازاي ومنين انت جاي؟ لقيت الدنيا ازاي ومنين انت جاي؟ انت اكيد من عالم تاني، من عالم تاني، انت اكيد من عالم تاني، من عالم تاني، انت اكيد من عالم تاني، من عالم تاني، انت اكيد من عالم تاني. من الحاجات بقى المرعبة اللي حصلت لي في الفيديو كليب، أول حاجة إن أنا أقابل حيوان أليف تقريبا حجمه ضعفين حجمي في نويبع. منظر الدولفين حلو، أنا بحب الدولفين جدا من زمان، بس كنت أول مرة أتخيل إن أنا أول ما أقابله هبقى بالرعب ده. كان أول مقابلة ليا كانت فعلا مرعبة، ما كنتش عارف اقرب ولا اعمل ايه بالظبط، كنت خايف لا يهجم عليا او يعمل حاجه، مش متخيل، ما انا قاعد في ارضه المفروض قاعد في الميه يعني معاه ودي لعبته بقى. الحمد لله كانت اول مره كانت مرعبه شويه. تاني مره ابتديت برضو ايه يعني اتعرفت عليه شويه بشويه، حطيت ايدي كده عليه وقعدت المسه وقعدت اسبح جنبه، فالحمد لله اكتشفت ان هو فعلا اليف. برضو مره من المرات كده كنت بعوم وراه وكنت خلاص هوصل له على اساس ان انا يعني احط ايدي عليه او المسه عشان ناخد شوت حلو، فجاه لقيته غير مساره تماما وبقى وشه في وشي، فما قدرتش اعمل اي حاجه غير ان انا افضل واقف في الميه. عملت نفسي كائن كده غريب، فالحمد لله لقيت الولد اللي هو المفروض مدرب الدولفين ده، جه المفروض ان هو هداه وبعدين خده بعيد. طبعا دي حاجه من الحاجات برضو المرعبه، ان انا ابقى تحت في الميه على عمق مثلا 8 متر في نويبع ويكون قدامي حاجه كبيره بالمنظر ده والاقيها بتبص لي.